AK7 شوفوا شو جايب لنا، عرض خطير ومميز للديفندر وللجي كلاس. جميع انواع السيارات اللي تشوفونها في عينكم محدثه عند AK7. هذا المكان انت بس تكتب AK7 هو يعني براند عالمي صار، وبعدين المعرف لا يعرف. جميع انواع السيارات اللي تخطر في بالك واللي انت تبي تعدلها، لو تشتريها بثلاثة مليون باربعة مليون بس تجيبها عند AK7، هو بيسوي لك ويزيد عليها لمسات خطيره ومميزه. معنا الاخ استاذ امير كيف حالك؟ عساك طيب. ايش عندنا عروضات للاشياء اللي انت مسويها وللترتيبات اللي موجوده؟ ما شاء الله هاي السيارات العالميه والبراند القوي حبيبي. اول شيء يعني عشان اليوم الوطني حلو لدوله الامارات الحبيبه حبيبنا. أي. تاريخ 30 نوفمبر نحن صار عرض لين اخر ديسمبر. عندنا ديفندر، اي حد عنده ديفندر يبغى يركب شاشه كبيره، شاشة كبيرة داخل السيارة. الحين هذا الموتر احنا مغيرين عليه الرنقات ومغيرين عليه شاشة داخلية. نعم. شاشة داخلية زمان مع تركيب مع برمجة بس 7000، ولا حد يقدر داخل خليج عطى هاي السعر. 7000 درهم بس؟ 7000. يا سلام. بعدين انت اليوم جايب موتر، تعالوا شيله، تعالوا شيل سيارة ديفندر موديل 2023، انت تجيبه عند ناس مختصين يبدل لك الرنقات والشاشة، وين تلاقي حد يسوي لك؟ عندنا زحمة داخل. تعال معنا شوف، تعال. هذا منصوري. يا سلام. عندنا جيلي روكيت. يا سلام. عندنا ميباخ قديم. يا سلام. جابنا كت هاي سيارة. أيوة. موديل 2009. هذا السيارة بعد تقريبا شهرين بيسوي 23. يا سلام. بعد شهرين 23، هم من داخل هم من برا هم من خارج. يا سلام. تابعوا معانا هذه السيارة المايباخ، بعد اسبوعين احنا الحين بنصور لكم اياها، بعد اسبوعين تجي تلاقيها 2023 مايباخ محدثة عند AK7، ليس الوحيد ولكن الافضل في دولة الامارات الحبيبة. اكيد. وغير هذا انا عندي ملاحظة امير، شوفوا دولة الكويت، عندنا سيارات من الكويت، من قطر، من جميع الدول اللي يجيبون على هذا المكان. حبيبي اشكرك اخي. ايش عندنا داخل؟ عندنا بعد عندنا جلد الحمايه ولا هو بي بي اف. حلو. مره ثانيه عشان الجيو ديفندرات. يا سلام. يعني اي حد عنده ديفندر يبغى يركب جلد الحمايه ولا بي بي اف، مره ثانيه ارسي لين اخر الشهر بس 7000. والزمان مد الحياة 7000 درهم. ولا حد يعطيك هاي خدمة، ولا حد يقدر أصلا، ولا حد يقدر يعطيك هاي شغل. يا سلام. الكواليتي 100% والضمان مدى الحياة. ثاني شيء، أي حد يركب جلد الهماية سيارة خارجي كامل بالأكديشن مجانا. شو تستنى يا حبيبي؟ تعال AK7. وين مكانكم؟ شارع مستقيم في دبي. حياكم الله.